هنا صباح الفل، اتفضلي سامعيني. يا صباح الخير عليكم يا كريم وانا هواندا وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل أخبار النادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، تجمع الفريق هيكون في تمام الثالثة عصرا على أن يبدأ المران في تمام الرابعة مساء، طبعا كل ده استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون أمام الحرس الوطني بطل نايجر في ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق. كمان الحقيقة أمس كان في خبر صار لجميع الأهلوية، وبعد طبعا ما تم الإعلان عن تمديد عقد اللاعب عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الأهلي، كان أعلن هذا أمير توفيق أمس. الحقيقة أنه كان خبر صار لجميع الأهلوية، يعني اطمأنوا كده خلاص على خط وسط النادي الأهلي في الموسم الجديد. ده فيما يخص أخبار كرة القدم. خلونا دلوقتي نروح للألعاب الأخرى ونبدأ بلعبة كرة السلة. رجال كرة السلة بيواصلوا انتصاراتهم بعد فوزهم أمس على فريق الفتح السعودي بنتيجة 82-77. طبعا بكده يكونوا بيتأهلوا لدور الثمانية بالعلامة الكاملة، يعني قدروا يفوزوا على فريق حضرموت اليمني بنتيجة 124-69، وأيضا فريق وداد بوفريك بنتيجة 68-49. زي ما قلت ليتأهلوا بقى لدور الثمانية. المباراة هتكون غدا وهيواجهوا فريق بيروت اللبناني، يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يتوجوا ببطولة الأندية العربية. خلوني كمان أكمل كلامي عن رجال كرة السلة وأفكر جميع مشاهدينا بقائمة المشاركة مع الفريق. طبعا بتضم القائمة 12 لاعب، وهم مايكل تومسون، مايكل فكوادي، إيهاب أمين، عمر عزب، محمد أبو النصر، سيف سمير، أحمد مهيب، عمرو زهران، عمرو الجندي، أحمد حمدي، عمر طارق، وعبد الله ناصر. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان سيدات كرة السلة أمس فازوا على فريق الطيران بنتيجة 91-55 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. طبعا دي تاني مباراة ليهم في البطولة، المباراة كانت بتقام على صالة هيليوبلس، يعني الفريق ماشي الحقيقة بأداء كبير جدا وأداء قوي. قدروا يفوزوا في المباراة الأولى اللي كانت أمام الشمس يوم الأحد الماضي 74-37، وعندهم مباراة غدا هتكون أمام هيليوبلس في بقى ثالث المنافسات في بطولة منطقة القاهرة. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يستمروا بهذا الروح. خلونا بقى دلوقتي نروح للعبة كرة اليد. سيدات كرة اليد أيضا بيواصلوا تدريباتهم النهاردة، يعني هيكون عندهم تدريب بدني الأول الساعة 5 مساء في صالة الجيم، بعد كده هيكون عندهم تدريب فني في الملعب من الساعة 6-8. كل ده طبعا استعدادا للمباراة القادمة اللي هتكون يوم السبت القادم ضمن منافسات بطولة الدوري، يعني دي تاني مباراة ليهم في الدوري. كانوا الحقيقة سيطروا بشكل كبير جدا في المباراة الأولى اللي كانت أمام مركز شباب ششة الأنعام، وقدروا يفوزوا بنتيجة 38-1، وعملوا مباراة كبيرة، يعني زي ما قلت كان في سيطرة منهم طوال المباراة. الحقيقة أن هدف الفريق هو التتويج بثلاثية هذا الموسم، يعني كانوا بالفعل عملوا هذا الإنجاز الموسم الماضي. وكابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق كان صرح أن ده برضو هدف الفريق هذا الموسم، والحقيقة أنهم فريق كبير وإن شاء الله كمان فعلا الموسم ده هيحققوا الثلاثية. يعني دي كانت أبرز الأخبار يا كريم ويا نهواند. خلوني كمان قبل ما أختم كلامي يعني أقول لكم الأجواء من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. في حالة من النشاط، الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في النادي. درجة الحرارة دلوقتي 26، يعني جميع الأعضاء اللي حابين يتجهوا لمقر النادي الأهلي بالجزيرة تقدروا تيجوا وتستمتعوا باليوم. يعني دي كانت أبرز الأخبار عفوا، وكمان الأجواء من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. معاكم يا نهواند ويا كريم، لو عندكم أي استفسار العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. ما عندناش استفسارات، عندنا بس كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على هذه التغطية المميزة.